Image et sa compétitivité offrir aux demandeurs d'emploi et aux collaborateurs intérimaires et à tous ses collaborateurs d'ailleurs, même à ceux dans les régions les plus reculées du royaume. 5, 4, 3, 2, 1. من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد. ما في الليفنمون ديال ماروك فور سامبلو مع باشيم ندير واحد على المسيرة الخضراء بدينا نخدموا فيها في الشهر 5-6 ودنا بزاف لي فيرسيون وانا بغيت ندير هاد الموسيقى باش المغاربه ديال العالم كله ديال المغرب يحسوا براسهم ما يحشموش من المغرب والصحراء المغربي ديالنا وبغيت كيفاش نقول لك من موت انا هاد الموسيقى تجلس باش الناس اللي يكونوا من بعد يشوفوا خليت لا تراس ديال المسيره الخضراء ديال اما فاسون ديالي وديال لا فاسون ديال ماروك فور سامبلوا بس كده ماروك فور سامبلوا عندها واحد فيبر ماروكان كبيره فهمتيني وحنا كان اون سوجوان فهاد لي فالور ديال المغرب وديال الصحراء المغربيه. مساء الخير. حضور الشرفي كفنانة أن نحتفل بالمسيرة الخضراء أولا وبانطلاق أغنية على المسيرة الخضراء لأن أول مرة كنشوف أن شركة مغربية يعني بريفي كتهتم بالفن وبالثقافة وكتنتج ألبوم للمسيرة الخضراء. احنا كنا هنا كمشجعين كمؤيدين كمحببين للفكرة والسي المهدي بالخياط كمتعهد حفلات كان لنا الشرف تعاملوا معاه لأن هذا الإيفينمون بغينا نعطيوها الحجم ديالها لأن المسيرة الخضراء ماشي شي حاجة سهلة. المسيرة الخضراء هي مسيرة غيرت تاريخ شعب بأكمله، مسيرة يعني عبرت على قوتنا وعلى تاريخنا وعلى يعني التحامنا بالوطن والتحامنا بالعرش وحنا سعداء أننا كنحتفلوا بذكرى 46 ديال المسيرة الخضراء. أنا فرحانة بالتواجد ديالي بحال التظاهرة هذه اللي كتحتفي بالمسيرة الخضراء، مسيرة اللي حنا كمغاربة كنا تنفتخروا بها لأنها رمز ديال السلم، رمز ديال الحب، رمز ديال التضامن الوطني. وكذلك فرحانه بالتواجد ديالي في تظاهره ديال ان اون سوسيتي كتدعم فنان صاعد انها نتجات ليه كليب حول المسيره الخضراء وهذا الشيء هذا كنشجع ان يكونوا شركات اخرى اللي في القطاع الخاص اللي كيدعموا الفن. إحياء هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، استدعاء فنانين وصحفيين. كنشكر الصحفيين اللي حضروا لأنه كان ممكن أن هذا الحدث ولا هذا الاحتفال يبقى حبيس القاعة، ولكن هما كسفراء غيوصلوا صوتنا كفنانين وكمجتمع مدني اللي من خلال هذه المناسبة كنعبروا على التشبث ديالنا بهذا الوطن الحبيب وبقضيتنا الأولى والأخيرة هي قضية الصحراء المغربية. شيء جميل أننا نهزوا شوية على وزارة الثقافة شوية العبء، علاش؟ لأن شركة بعيدة كل البعد على الفن وكتفكر في هذا ليزيفينمون بحال هكا، ما عليا إلا نحترمها وكنتمنى أن شركات أخريات على أنهم يقتدوا بها وياخذوها كنموذج، هكا يمكن لنا من خلال الفن نوصلوا قضايا كبيرة بحال القضية ديال الصحراء المغربية واللي غتبقى دائما مغربية. المسيرة الخضراء اللي مفتخرين بها حنايا كمغاربه وكنشوفوا هذه الالتفاته اللي دارتها ماروك فور سامبلوا انها دعمت واحد شاب رابور باش انها هي تنتج ليه الكليب ديالو وهذه الحاجه قليل فاش كنشوفوها على سيكتور زعما بريفي ويدعم ولا انفيستي في شي عمل فني كيف ما كان فهذه حاجه زوينه.